السلام عليكم طلابنا وطالباتنا بالصف العاشر في المدارس الفلسطينية. اليوم راح يكون موضوعنا عن المعادلات والمتطابقات المثلثية، وهي الحصة الثالثة في هذا الموضوع. طبعا الموضوع هذا كثير مهم جدا، ونبني عليه أشياء كثير إن شاء الله في المراحل الدراسية القادمة. ولأهمية الموضوع أعطينا أكثر من حصة، لسه إحنا الآن الحصة هاي رقم 3 في هذا الموضوع، وكلها تتكلم عن المتطابقات، لأن المتطابقات موضوع كثير مهم وكثير برضو فيه متعة، وكثير بنمي المهارات العقلية وبنمي الذكاء عند الطلاب وقوة التفكير والربط بين المهارات. يعني كثير أنا بعتبره من المواضيع المهمة في هاي المرحلة الدراسية والممتعة بنفس الوقت. المتطابقات اللي نذكركم في المتطابقات اللي مر ذكرها أو أخذناها في الحصص الماضية، المتطابقة الرئيسية جيب تربيع زائد جتة تربيع يساوي 1، والمتطابقة الثانية جيب تربيع تساوي 1 ناقص جتة تربيع، وجتة تربيع تساوي 1 ناقص جيب تربيع. هاي المتطابقات الثلاث مأخوذة من المتطابقة الرئيسية جيب تربيع زائد جتة تربيع زي ما تم شرحه في الحصص الماضية. كذلك أخذنا متطابقتين أساسيات برضو في الحصة الماضية، اللي هو ضلع تربيعها زائد 1 يساوي قاطع تربيعها، وضلع تربيعها زائد 1 يساوي قطع تربيعها. برضو هاي من المتطابقات المهمة. نرجع لمتطابقات مر ذكرها في الحصص الماضية أيضا، اللي هو جيب 2 هاي يساوي 2 جيبها في جتها، وجتة 2 هاي تساوي إلها 3 متطابقات، جتة تربيعها ناقص جيب تربيعها، وتساوي 2 جتة تربيعها ناقص 1، وتساوي 1 ناقص 2 جيب تربيعها. هاي المتطابقات إن شاء الله راح نستخدمها في إثبات صحة متطابقات أخرى. كل متطابقة يتم إثباتها نستطيع استخدامها في حل متطابقات أخرى. نأخذ سؤال 1 صفحة 43، راحين نأخذ 3 متطابقات ونشوف طرق في برهنة هذه المتطابقات. المتطابقة الأولى جيب سين زائد جتا سين الكل تربيع يساوي 1 زائد جيب سين جيب 2 سين. كيف ممكن نبدأ في حل هاي المتطابقة؟ طبعا للعلم المتطابقة طريقة الحل لا يوجد طريقة يعني محددة أو معينة لإثبات صحة متطابقة، وممكن نسلك أكثر من طريق لحل متطابقة. يعني ممكن أنا أحل بمتطابقة، مدرس ثاني يحل بطريقة ثانية، أنت ممكن تطلع من إبداعك ومن تفكيرك في حل بطريقة ثالثة. المهم نوصل لنفس النتيجة ونحافظ على القيم. يعني أنا لما أنتقل من خطوة رياضية لخطوة أخرى لازم أحافظ على قيمة المقدار، وهذا مهم جدا. يعني ما بزيد وبطرح على كيفي، ما بضرب على كيفي، ما بقسم على كيفي. الموضوع لازم أحافظ على قيمة المقدار اللي أنا بشتغل فيه. هاي النقطة تأخذوها بعين الاعتبار. النقطة الثانية ممكن نبدأ إحنا من الطرف الأول ونوصله للطرف الثاني، أو ممكن نبدأ من الطرف الثاني ونوصله للطرف الأول، أو نوصل نمسك الطرفين ونوصلهم لنقطة التقاء. فنبدأ إحنا أخذنا الطرف الأول اللي هو جيب سين زائد جتا سين الكل تربيع. هذا طريق بدنا نفك هذا المقدار. يعني لو كان عندنا سين تربيع، نحكي سين تربيع هي عبارة عن سين ضرب سين، صح ولا لا؟ ولو كان عندنا سين زائد صاد الكل تربيع هي عبارة عن سين زائد صاد في سين زائد صاد، وعندنا احنا جيب سين زائد جتا سين الكل تربيع لها طريقتين، اما بتضرب جيب سين زائد جتا سين بنفسها مرتين، او تستخدم القانون اللي انا كثير الطلاب شرحناه اكثر من مرة، اللي هو فك مقدار تربيعي. ناخذ الاول تربيع، الحد الاول تربيع،
زائد 2 ضرب الحد الأول ضرب الحد الثاني زائد الحد الثاني تربيع. مرة ثانية بعيد القانون، جيب سين زائد جتا سين الكل تربيع، بنأخذ الحد الأول تربيع اللي هو جيب سين زائد 2 ضرب الحد الأول ضرب الحد الثاني، يعني 2 جيب سين في جتا سين زائد الحد الثاني تربيع اللي هو جتا سين الكل تربيع. أو تستخدم الطريقة التقليدية اللي هي تأخذ جيب سين زائد جتا سين تضربها في نفسها مرتين، رح نحصل على نفس النتيجة اللي هي جيب سين تربيع زائد 2 جيب سين في جتا سين زائد جتا تربيع سين. أنا استخدمت طريقة القانون لأنه إحنا بالصف العاشر مرحلة متقدمة دراسياً، الأصل تستخدم هاي الطريقة اللي هو أخذنا الحد الأول تربيع جيب سين تربيع زائد 2 ضرب الحد الأول ضرب الحد الثاني، يعني 2 جيب سين في جتا سين زائد الحد الثاني تربيع. هاي الخطوة الأولى. الآن بدنا نشوف كيف ممكن نوصل للمطلوب اللي هو 1 زائد جيب 2 سين من خلال هذا المقدار. لو دققنا النظر لوجدنا إنه جيب تربيع سين زائد جتا تربيع سين هي عبارة عن قيمتها تساوي 1، وراح نبدل حتى نقرب لكم الصورة أكثر، نعمل عملية تبديل بالمقادير لأنه الجمع عملية إبدالية. راح يصير عندنا جيب تربيع سين زائد جتا تربيع سين، نقلنا الجتا تربيع في نفس الطرف، في نفس الطرف ما بنغير إشارات لأنه إحنا بنستخدم الطرف الثاني، فبدلنا بين جتا تربيع سين واثنين جيب سين جتا سين، صار عندنا المقدار كالتالي: جيب تربيع سين زائد جتا تربيع سين زائد 2 جيب سين في جتا سين. الآن جيب تربيع سين زائد جتا تربيع سين هي عبارة عن 1 لأنه المتطابقة الرئيسية، واثنين جيب سين في جتا سين هي عبارة عن جيب 2 سين، هاي متطابقة مر ذكرها في أكثر من درس، تمام؟ إذن بدال جيب تربيع جتا تربيع بنحط 1، وبدال 2 جيب سين جتا سين بنحط جيب 2 سين. بنلاحظ إنه الآن أصبح الطرف الأول مساوي تماماً للطرف الثاني، وهذا هو المطلوب، تمام؟ اللي عنده يعني صار اللبس في أي نقطة بإمكانه يرجع للشرح مرة ثانية. ننتقل للمتطابقة الثانية: 1 ناقص جتا سين على 1 زائد جتا سين تساوي 1 ناقص جتا سين على جيب سين الكل تربيع. يعني زي ما حكينا المتطابقات في إثباتها تستطيع أن تسلك بأكثر من طريقة أو تحل بأكثر من طريقة. أنا الآن رح أخذ الطرف الثاني، مش حكينا ممكن نأخذ الطرف الأول نوصله للطرف الثاني أو الطرف الثاني نوصله للطرف الأول. أنا رح أخذ الطرف الثاني اللي هو 1 ناقص جتا سين على جيب سين الكل تربيع. 1 ناقص جتا سين على جيب سين الكل تربيع، طبعاً إحنا بنعرف إنه التربيع يتوزع في حالة القسمة، صح ولا لا؟ يعني ألف على باء الكل تربيع هي عبارة عن ألف تربيع على باء تربيع. إذن 1 ناقص جتا سين الكل تربيع على جيب سين تساوي 1 ناقص جتا سين الكل تربيع على جيب تربيع سين. وزعنا التربيع على كل من البسط والمقام، وهاي من خصائص الأسس، تمام؟ ننتقل للخطوة اللي بعديها: 1 ناقص جتا سين الكل تربيع خليناها زي ما هي، بينما جيب تربيع سين هي متطابقة تساوي إذا بنتذكر مع بعض 1 ناقص جتا تربيع ها من المتطابقة الرئيسية. إذا بدال جيب تربيع سين حطينا 1 ناقص جتا تربيع سين، تمام؟ ننتقل للخطوة الثالثة. شو بتتوقع الخطوة الثالثة تكون؟ اللي هي فك مقدار 1 ناقص جتا سين، أو عفوا تحليل 1 ناقص جتا تربيع سين، فرق بين مربعين، وهذا مر معنا الحصة الماضية تقريبا في خطوة مشابهة: 1 مقدار كامل جتا تربيع مقدار كامل بينهم إشارة ناقص يحلل كفرق بين مربعين. إذن 1 ناقص جتا سين الكل تربيع هي عبارة عن 1 ناقص جتا سين في 1 ناقص جتا سين على 1 ناقص جتا سين في 1 جتا سين اللي هو تحليل 1 ناقص جتا تربيع سين.
الآن واحد ناقص جتا سين مع واحد ناقص جتا سين بتروح شو بضل عنا؟ بضل عنا في البسط واحد ناقص جتا سين على واحد زائد جتا سين، وهو المطلوب المساوي للطرف الأول. تمام؟ طبعا احنا رح نفتح باب الأسئلة ان شاء الله، وهي يعني من يوم الأحد اللي عنده اي استفسار بإمكانه يتواصل على الرقم رقم تلفوني اللي هو 503-300-56. تمام؟ من الساعة 9 الصبح للساعة 1 بعد الظهر، اي استفسار اي شيء حاب تسأل عنه طلابنا وطالباتنا بإمكانكم تتواصلوا على هذا الرقم، أو الطالبات بإمكانهم يتواصلوا مع مستهم، وأتوقع اللي بريحكم إحنا جاهزين، المهم تكون الفائدة تعم على الجميع. طيب بدنا نشوف واحد ناقص جتا اثنين ها على واحد زائد جتا اثنين ها تساوي ظل تربيع ها، كيف ممكن نثبت صحة هاي المتطابقة؟ تمام؟ راح ناخذ الطرف الاول، واحد ناقص جتا اثنين ها على واحد زائد جتا اثنين ها. جتا اثنين ها تتميز بانها لها اكثر من متطابقه، تمام؟ فجتا اثنين ها هي عباره عن واحد ناقص جي واحد ناقص اثنين جي بتربيع ها على المقام اللي هو واحد زائد جتا اثنين ها، ايضا يساوي واحد زائد اثنين جتا تربيع ها ناقص واحد. اذا بدال جتا اثنين ها الموجوده في البسط حطينا واحد ناقص اثنين جتا تربيع ها، وبدال جتا اثنين ها الموجوده في المقام حطينا اثنين جتا تربيع ها ناقص واحد. ليش اخترنا الجيب؟ متطابقه الجيب حطيناها في البسط، ومتطابقه الجتا حطيناها في المقام، لانه ايش مطلوب اثباته؟ ظل تربيع ها، المقدار بدنا اياه ظل تربيع، والظل دائما يساوي جيب على جتا، يعني بدنا الجيب في البسط والجتا تكون موجوده في المقام. الخطوه اللي بعديها راحين نفك اقواس، ندخل السالب على ما داخل القوس، والسالب طبعا هاي من المهارات السهله واللي الطلاب احيانا بيغفلوا عنها. السالب لما يدخل على القوس بغير اشاره ما داخل القوس، ننتبه للنقطه هاي. فراح يصير عندنا واحد ناقص واحد ناقص اثنين جيب تربيعها، راح يصير زائد اثنين جيب تربيعها. تمام؟ دخلنا إشارة السالب على ما داخل القوس وشلنا القوس. لكن في المقام واحد زائد اثنين جتا تربيعها ناقص واحد، الزائد ما بيأثر على ما داخل القوس فبننزله زي ما هو. الآن صار عندنا واحد ناقص واحد بروحوا مع بعض، كذلك عندنا زائد واحد الموجود في المقام مع ناقص واحد الموجود في المقام ايضا مجموعهم صفر، راح يضل عندنا اثنين جيب تربيعها على اثنين جتا تربيعها ويساوي ظل جيب تربيع على جتا تربيع ويساوي ظل تربيع، وهو المطلوب. هاي قدامكم مرة ثانية، الصبورة كاملة قدامكم، بامكانكم تنقلوا تكتبوا اللي بتشوفوه مناسب، وأي استفسار بإمكانكم تتواصلوا من يوم الأحد من الساعة 9 للساعة 1 بعد الظهر، وتمنياتي لكم بالتوفيق، وإن شاء الله لنا لقاء في حصة قادمة.